شهيدي خديجة عبد الرزاق البيطار 31/5/2012 مدينة الرستان. استشهدت بسبب القصف الصاروخ على مدينة الرستان في 31/5/2012. الله أكبر. لا إله إلا الله. هات البطانية لهون. شهيدة خديجة عبد الرزاق البيطار. شدة من عندك. لا حول ولا قوة إلا بالله. مدينة الرستان 31/5/2012. استشهدت بسبب القصف الصاروخ على مدينة الرستان. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. وحدي الله يا رب. يا عمي حرام هاد. لازم يا جماعة. شهيدة خديجة عبد الرزاق البيطار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نزل خان نزل حرام. يا خالد لا ترفع. دير وجع القبلة. دير وجع القبلة. يا عمي نزل حرام. وطلع حبلة تراب تحت.